للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي. دكتور عمرو، يعني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضح ارتفعت في حجم الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام مدفوع بنمو ل 11 قطاع تصديري. برأيك كيف تقرأ هذه الأرقام ودورها في دفع عجلة الاقتصاد المصري؟ أولا الأرقام الوزارة النهاردة أرقام مهمة جدا وأرقام محتاجة لكثير من التحليل والنشر، ويمكن مركز دعم واتخاذ القرار من المراكز المتميزة جدا على مستوى العالم العربي في دقة وإصدار التقارير والبيانات، والبيانات دي بتتراجع من المؤسسات الدولية في شراكة مع المؤسسة الدولية في إصدارها، وبالتالي البيانات دي مهمة جدا إنها تتنشر وتتعرف بالذات فيما يخص وفي الوقت ده بالذات الخاص بالعالم كله بيتكلم على ركود وعلى أزمة وعلى تضخم، وإحنا عندنا الحقيقة مؤشرات جيدة جدا مهم جدا إن إحنا نعرفها وننشرها والشباب بتوعنا يتعرفوا عليها، ومنها مؤشرات الصادرات. وطبعا مؤشرات الصادرات من الصادرات أو المؤشرات اللي مهمة جدا على مستوى الاقتصاد. ليه؟ لأن هي اللي بتجيب عملة صعبة، هي اللي بتساعد على التشغيل، هي اللي بتغزو الأسواق الخارجية، وبالتالي بتزيد قوة الاقتصاد بتاعك في الخارج وبتحسن ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية. النهاردة فعلا عندنا زيادة كبيرة أو ريكورد أو نمو كبير غير مسبوق في الصادرات المصرية، وأنا أعتقد ده راجع لأربع أسباب. أولا البنية التحتية المهمة جدا للدولة عملتها خلال الخمس أو ست سنوات الأخيرة، ولولا البنية التحتية مفيش استثمار، وده الكلام اللي بنقوله دايما إن مفيش مستثمر هيجي ومفيش شغل هيجي ومصانع هتشتغل إلا لما يكون في بنية تحتية ملائمة. النقطة الثانية الحقيقة دخول القطاع الخاص في عجلة الإنتاج في مصر بشكل كبير، ويمكن السيد الرئيس منذ فترة وفي كل لقاءاته بيشجع وبيأكد على إن احنا محتاجين القطاع الخاص يدخل بقوة في العملية الإنتاجية. النهاردة القطاع الخاص بيدخل بقوة في العملية الإنتاجية وبيصدر كمان. النقطة الثالثة الحقيقة الثقة السياسي، ودي نقطة مهمة لأن أي دولة بتصدر أو أي صادرات أو أي نمو في الصادرات يا إما بيكون راجع لاتفاقيات ثنائية أو لقوة الدولة أو لعلاقات الدولة. الحقيقة العلاقات اللي الدولة عملتها والسيد الرئيس والقيادة السياسية عملتها في الفترة الأخيرة واستعادة مصر لانتقالها السياسي والتجاري على مستوى العالم سواء على المستوى الأفريقي أو العربي أو الدولي خلى في وزن وفي سمعة وفي رؤية وفي ساوند زي ما بيقول كده تسميع للصادرات المصرية أو لقوة الصناعة أو الاقتصاد المصري. والجولات الكثيرة اللي بتم سواء من وزراء المعنيين بالاقتصاد او بالماليه او بالتجاره الخارجيه مع المؤسسات الدوليه او في المؤتمرات الدوليه احد اسباب كمان اللي خلت العالم بدا يتنبه الى عمليه الاصلاح الاقتصادي ونمو الاقتصاد المصري وقوه نعم. الاقتصاد المصري. نعم، لكن دكتور عمرو يعني في ظل ازمه وركود حالي، أزمة عالمية وتضخم أيضا في موجات عالية بتضرب العالم خاصة عقب الأزمة الصحية كورونا وعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية، برأيك ما هي فرص مصر إذن في تنمية الصادرات خاصة في ضوء التكلفات الرئاسية بأن 100 مليار دولار هو الطموح المصري في زيادة الصادرات؟ شوفي، اولا ده طموح وده طموح مشروع، واعتقد ان احنا نقدر نوصل في خلال سنوات لهذا الرقم لو شدينا حيلنا ولو زودنا الانتاج، لو دخل القطاع الخاص ولو كمان جذبنا استثمارات خارجيه اجنبيه في مجال الصناعه. ويمكن السيد الرئيس كان بياكد على اهميه توطين الصناعه في الفتره الماضيه، وليست فقط ان يكون عندنا صادرات، محتاجين نوطن الصناعه، محتاجين جذب استثمارات خارجيه، محتاجين ان احنا نزود الاسواق. وانا بعتقد ان في فرصه كبيره جدا جدا النهارده زي ما دول عملت بعد ازمه كورونا، قدامنا فرصه كبيره جدا، وانا قلت هذا الكلام من قبل، ان احنا نقعد مع بعض يبقى في مجموعه عمل خبراء، تتكون مجموعه خبراء عشان نشوف ازاي نجذب الصناعات اللي تاثرت في العالم سواء في اوروبا او دول كتير وخرجت من الصين او خرجت من اوروبا او خرجت من دول كثيره نتيجه الازمه، وانها تيجي تستوطن او تيجي كاستثمارات خارجيه مباشره في مصر. مصر بتتميز بموقع جغرافي متميز، بتتميز بتكلفة جيدة جدا، بشبكة نقل جيدة، بعلاقات تاريخية وعلاقات اقتصادية جيدة مع دول العالم. وانا بعتقد ان احنا عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نشد النهاردة عدد من الصناعات التصديرية اللي تأثرت بالأزمة
وان مصر تقدر انها تشد هذه الصناعات بحيث انها تيجي في مصر وتعمل في مصر. الهند عملت كده بالمناسبه، الكلام نعم. ده مش كلام التقرير ذكر قطاعات بعينها تحديدا، يعني المركز دعم اتخاذ القرار ذكر الحاصلات الزراعيه والصناعات الغذائيه على راس القائمه التي قادت ارتفاع هذه الصادرات. يعني اذا ما نظرنا الى منظومه توريد القمح، الى نظره الامن القومي المصري في توفير الغذاء الامثل سواء فيما يخص الاستهلاك المحلي او فيما يخص التصدير للفائض، ماذا تقول؟ الحقيقة دي نقطة مهمة. احنا بدأنا من فترة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يبقى فيه نظرة أمنية في موضوع الغذاء، وبدأ يبقى موضوع الغذاء وتوفير الغذاء وبالذات المحاصيل الاستراتيجية، رغم ان احنا عندنا أزمة أراضي واستصلاح أراضي، ورغم عندنا أزمة مياه مع سد النهضة، وكمان عندنا زيادة في السكان، لكن زي ما بقول الدولة الحقيقة حطت استثمارات كبيرة جدا في البنية التحتية في الفترة الماضية. شفنا مشروع توشكا، شفنا استصلاح المليون فدان، شفنا التوسع في الأراضي الزراعية، كل ده بهدف توفير المحاصيل الرئيسية الاستراتيجية، لأن الأمن القومي النهاردة ما أصبحش فقط عسكري لكن أصبح كمان أمن غذائي، وبالتالي الدولة حط عينيها على هذا الأمر، حطت استثمارات كبيرة، بدأ النهاردة يكون في عائد، وده جزء من زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج الزراعي اللي الدوله مش غافله عنه، لا سيما زي ما انت عارفه ان احنا يعني بننمو سكانيا بشكل كبير واحتياجاتنا بتكبر، وبالتالي ما نقدرش نعتمد على العالم الخارجي في ظل ازمات دوليه وعالم فيه انسرتينتي، ممكن يحصل ازمات اكبر من كده بكثير، يعني زي ما شفنا ازمه روسيا القمح والغذاء والطاقه. النهارده النظره الاستراتيجيه ان احنا نكون مالكين جزء مهم من الغذاء الاستراتيجي المصري لتامين مستقبل مصر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي.